المطلوب منا الآن أن نمثل الاقتران f الإكس تساوي الجذر التربيعي لنص إكس ناقص واحد، وحتى نمثله علينا الحصول على بعض عينات النقاط أي بعض قيم إكس الموجودة في مجال الاقتران أو تعريف الاقتران، ونرى كم يكون ناتج الاقتران لقيم إكس تلك، ومن ثم يكون بإمكاننا وصل النقاط ونرى كيف سيبدو المنحنى. إذن دعوني أضع جدولا صغيرا هنا، وسوف أختار بعض قيم لإكس وسأجد ما هي قيم f الإكس التي تعطيها قيم إكس هذه. وفي الواقع سوف أفعل شيء ما لأنني أريد الحصول على أعداد جيدة، أريد أن أختار قيم لإكس تكون أعداد صحيحة جيدة، وأرغب بالحصول على قيم f الإكس تكون أعداد صحيحة جيدة، لذا سأكون حذرا فيما يخص قيم إكس التي أختارها حتى يكون هذا الجزء من العبارة أو هذا الجزء من تعريف الاقتران ناتجه عدد صحيح، وحتى يكون هذا عدد صحيح فما لدينا تحت الجذر هو نص إكس والذي يجب أن يكون مربع كامل. دعوني أضع عمودا آخرا هنا حتى نقوم بخطوات رياضية واضحة. يمكنك اختيار نقاط بشكل عشوائي لإكس، يمكن أن تكون إكس هي 1، 2، 3 وهكذا، لكن في بعض هذه الأعداد ستحصل على جذور غريبة هنا حيث سيكون من الصعب تمثيلهم بيانيا دون آلة حاسبة. إذن دعوني أحاول أو دعوني أكتب هنا ما هو نص الإكس، وأفعل هذا حتى يكون بإمكاني اختيار هذا. نريد هذا الشيء أن يكون مربعا كاملا، لأنه إذا كان نص الإكس مربعا كاملا فإن الجذر التربيعي لذلك سيكون عدد صحيح. إذن دعونا نفترض أن نصف الإكس، دعونا نفكر في جميع المربعات الكاملة. يمكنك أن تبدأ بصفر ثم يمكنك أن تنتقل إلى 1 ثم إلى 2، و2 ليس مربعنا كامل، ثم 3 و3 ليس مربعنا كامل. إنني أفكر في جميع القيم التي إذا أخذت جذرها التربيعي سأحصل على عدد صحيح، ثم أنتقل إلى 4 ثم إلى 9 ثم إلى 16 ثم أنتقل إلى 25. هذه هي بلا شك أول 5 مربعات كاملة بالإضافة إلى 0. إذا أخذت جذرها التربيعي ستحصل على 0، ستكون هذه القيم جيدة لنصف الإكس، لكن إذا كانت هذه ما ستساويه نصف الإكس فما هي قيمة إكس؟ إذا كانت نصف الإكس تساوي 0 بالتالي فإن إكس أيضا ستساوي 0. يمكنك أن تجد ذلك بالتعويض في المعادلة هنا، يمكنك أن تقول أن نصف الإكس تساوي 0، أو بالقسم على إكس نقول أن إكس تساوي 0 على نص، كلا الطرفين على نصف يكون الناتج 0. إذن بشكل عام حتى نحصل على قيمة إكس فعلينا أن نأخذ هذا العدد ونقسمه على نصف، أو لنفكر بها بطريقة أخرى وهي أن نأخذ هذا العدد ونضربه بإثنان. إذن فعندما تكون نصف الإكس تساوي 1 هذا يعني أن إكس تساوي 2، أليس كذلك؟ نصف ضرب 2 تساوي 1، ونصف ضرب 8 تساوي 4، ونصف ضرب 18 تساوي 9، ونصف ضرب 32 تساوي 16، ونصف ضرب 50 تساوي 25. إذن هذه هي قيم إكس التي اخترتهم حتى يكون هذا الجزء من العبارة أو جزء تعريف الاقتران أن يكون ناتجه جيدا، وسأجد f الإكس لهذه القيم. إذن f الصفر تساوي الجذر التربيعي لصفر ضرب نصف، ودعوني أوسع رمز الجذر. نصف ضرب صفر الجذر التربيعي نصف ضرب صفر ناقص واحد، هذا الجزء ناتجه صفر، أن الصفر سالب واحد وتساوي سالب واحد. الآن دعونا نجرب عندما إكس تساوي 2، الجذر التربيعي لإثنان ضرب نصف ناقص واحد هذا ما يساويه f الإثنان. نعلم أن هذا الجزء ناتجه 1، وواحد ناقص واحد يساوي 0. الآن دعونا ننتقل للعدد التالي f الأربعة. لقد استخدمت اللون الأزرق والآن سأستخدم اللون الأخضر.
اف الاربعة تساوي الجذر التربيعي لنصف ضرب اربعة ناقص واحد. اذا هذا، اسف، هذا ثمانية ضرب نص. اسف، لقد قلت اف الاربعة، والصحيح هو اف الثمانية. هذه هي قيم x. إذن f الثمانية تساوي الجذر التربيعي لنصف ضرب ثمانية ناقص واحد. هذا الجزء سيكون تقييمه نصف ضرب ثمانية وتساوي أربعة. ونأخذ الجذر التربيعي لأربعة وهو اثنان، اثنان ناقص واحد تساوي واحد. ثم هنا سنفعل الشيء نفسه ل اف الثمانية عشر. الجذر التربيعي ل ثمانية عشر ضرب نصف ناقص واحد. نصف ضرب ثمانية عشر تساوي تسعة. نأخذ الجذر التربيعي وهو ثلاث، ثلاثة ناقص واحد تساوي اثنان. دعونا نفعل المزيد من هذا. اف الاثنان وثلاثون تساوي الجذر التربيعي للنصف ضرب اثنان وثلاثون ناقص واحد. الجذر التربيعي لستة عشر ناقص واحد. حسنا، هذا يساوي اربعة ناقص واحد، حيث ان الجذر التربيعي لستة عشر هو اربعة. اربعة ناقص واحد تساوي ثلاثة. ثم اخيرا لدينا اف الخمسون، الجذر التربيعي لنصف في خمسون ضرب خمسون. نصف ضرب خمسون ناقص واحد. ونصف في خمسون تساوي خمسون وعشرون. نأخذ الجذر التربيعي، بالتالي كل هذا يساوي خمسة ناقص واحد وتساوي أربعة. لقد أخذنا بعض قيم x للمجال، ومن المهم أن ندرك هنا أن المجال مقيد، فهو لا يتضمن جميع الأعداد الحقيقية. وسبب أنه مقيد هو لأنه إذا أردنا أخذ الجذر التربيعي وحتى لا نحصل على أعداد وهمية ونقلق بشأنها، فعلينا أن نفترض أن ما تحت رمز الجذر هو عدد موجب، وحتى يكون ذلك العدد موجب x يجب أن يكون موجب، وحتى يكون نصف ال x أكبر من أو يساوي صفر. وهذا تعريف الجذر التربيعي الذي لدينا. ثم إذا قسمت طرفي المعادلة على نصف ستحصل على x أكبر من أو تساوي صفر. لقد افترضنا عينة أعداد للمجال، والمجال عبارة عن جميع الأعداد الأكبر من صفر. لقد اخترنا أعداد بحيث أن وضعناهم في المعادلة سنحصل على f x. لكن الآن عندما أوجدنا f الإكس لكل من هذه أصبحنا قادرين للتعيين، لذا دعوني أرسم المحاور هنا. سأرسم المحاور، هذا محور إكس، ولنجعل هذا محور واي، هذا محور واي، وسأفترض أن واي تساوي f الإكس. فقيمة f الـ x التي حصلنا عليها من x سنعينها على محور y. هذا هو محور x. دعونا نتدرج خطوة بخطوة، ودعوني أضع التدرج لـ x. إذا دعوني أقسم هذا لنفترض أن هذا 10، 20، 30، 40 و50. ثم محور الواي سيمتد من سالب واحد حتى أربعة. دعونا نمثل هذا. هذا سالب واحد، واحد، اثنان، ثلاثة، وأربعة. والآن نحن جاهزون لتعيين النقاط. فعندما x تساوي صفر، عندما x تساوي صفر، فإن y أو f الـ x تساوي سالب واحد. لدينا النقطة صفر وسالب واحد تقع هنا، صفر وسالب واحد. دعوني هذه النقطة صفر، ونريد أن نعين النقطة صفر وسالب واحد، وهي تقع هنا.
تلك هي النقطة صفر وسالب واحد. ثم سنعين اثنان وصفر، إذن اثنان تقع هنا، تلك خمسة، واثنان تكون قريبة من هنا. اثنان وصفر تقع هنا، إذن تلك النقطة هي اثنان وصفر باللون الأرجواني. الآن ننتقل إلى ثمانية وواحد، سأستخدم اللون الأخضر نفسه. ننتقل إلى ثمانية وواحد، ثمانية تقع هنا تقريبا، ثم ننتقل بالاتجاه عمودي والنقطة تقع هنا، تلك هي النقطة ثمانية وواحد. الآن ننتقل إلى النقطة باللون الوردي وهي ثمانية عشر واثنان. عندما تكون x تساوي ثمانية عشر وثمانية عشر تقع هنا، فإن f x تساوي اثنان. النقطة تقع هنا، النقطة ثمانية عشر واثنان. ثم سأستخدم اللون البرتقالي. لدينا اثنان وثلاثون وثلاثة. عندما f x أو f الاثنان وثلاثون تساوي ثلاثة تقع هنا، اثنان وثلاثون f الاثنان وثلاثون تساوي ثلاثة، إذن هي تقع هنا، تلك هي النقطة اثنان وثلاثون وثلاث. ثم لدينا x تساوي خمسون و f الخمسون تساوي أربعة. إذن x تساوي خمسون و f الخمسون تساوي أربعة تقع هنا، هذه هي النقطة خمسون وأربعة. والآن يمكننا أن نصل النقاط حتى نحصل على الرسم البياني للإقتران، وسأفعل ذلك. فإذا وصلت النقاط سأحصل على منحنى يبدو وكأنه نصف جنب ما من قطع مكافئ، إذن المنحنى سيبدو هكذا. ومن المهم أن ندرك أن التمثيل البياني لا ينحصر لهذه النقاط فقط، بل يمكنه أن يكون أي من هذه النقاط. المجال أو قيم X هنا تكون أكبر من أو تساوي صفر، أي عدد حقيقي أكبر من أو يساوي صفر. فإذا وضعت أي شيء على محور X يجب أن يكون أكبر من أو يساوي صفر ويكون ضمن المجال. ومن ثم إذا قيمت الإقتران فسيقع التقييم على المنحنى هذا.